اوكي خلينا نبدا. اذا هذا هو الصندوق. شنت انتظري؟ هذا شنت انتظري؟ بطاقة اسطورية. يلا بقى خلينا نشوف الملك حيحترق. حرق للملك، حرق للملك. اذا تشرب الاولى للتنين كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ إن شاء الله بخير وياكم علي العراقي. اليوم عندنا بطاقة جديدة هي تنين شرير، هذا هو. شباب هاي تم إصدار بطاقة، طبعاً بعد ما فاتحة لا تقولون فتحتها شي بسرعة، لا هياتي، هاي إصدار يعني دي يقول لك نزل بالسوق. أوه هذا البطاقة الجديدة الثالثة أو الثانية نقول. هذول اثنين أو ثلاثة عمالقة يمشون سوا همين خلال 14 من الأيام، حيل يعني بعد أسبوعين. المهم هم كتبوا كل اسبوعين بطاقة هنا من بطاقة اسطورية تفتح بعد 4 أسابيع. هذا هو التنين صار بالمسرح بيك، يعني اللي يشتري صندوق اسطوري هنا أنا حيطلع لي. هذا هو هسه نشوفه. فأول ما تريد تشوفه فوت على التي في وقول أكيد موجود هذا التنين، خلينا نشوف هياتي. لك شو بسرعة فتحته هيدا شوفه بالساحة الاسطورية، يعني هو تنين فتشي. هاي السابعة على السريع ماكو. إذن هذا أول واحد محصله، خلينا نشوفه. يلا مشاهدة بعدين نفتح الباكيتشات. أيوة خلينا نشوف. أي راح ينطلق التنين. يلا يلا اذا شوف لك يلا. حياتي عشان عشان الصندوق. ما اتوقع شكله هيك بس مع النار مالتي. اوه ايش بالتنين الصغير بس مدرع عشان الصندوق يعني يخليه يضرب نار، بقى هذا خسر منه. اذا هاي الضربة مالت النار نفس البرج، نفس البرج الناري، هاي حقيقة التنين. بس باعوه يملخ 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 البرج، شو سوى بيه؟ صراحة ما توقعت هيك شكله، توقعت تنين أكبر. بس القوة هو قوي. يشبه البرج الناري، هذا البرج المنار. يملخ الأبراج هذا رأسه. بس هو لزق بهاي التشكيلة، يشمر التنين ويا الميجا، شمر العملاق هنا. يلا بقى خلينا نشوف الملك حيحترق. حرق للملك، حرق للملك. اذا التجربة الاولى للتنين كانت ناجحة لهذا الاجنبي. واو فتشي رهيب هذا. تلقوه طبعا هنا هاي 510 مشاهدة محصل، لان هو الوحيد حاليا محصل تنين. يجوز اكو بالقمة الرابعة الثانية الثالثة يجوز محصلين، ما اعرف بالخامسة، بس بالتاسعة ما حدا محصله. عجيب عجيب يعني. هسه راح ابدي افتح باكتشات. بس نصيحة مني شباب، لازم تبدون تفتحون الصناديق القوية يلا الصغيرة. انا خلال تجربتي للعبة وهواي دا اشوف على اليوتيوب يبدون يفتحون صناديق الصغيرة يلا يفتحون اقوى صندوق. هاي غلط. ليش غلط؟ لازم تفتح اقوى صندوق. انا مدمن تحصل فشي قوي. احتمالية اكو انه بالصندوق الصغير يطلع لك تطوير للفشي القوي. اكو احتمالية يطلع لك تطوير للشيء القوي اللي حصلته بالصندوق السحري او الخارق. اوكي شباب، مو تفتح الصغيرة تحصل تطويرات بعدين تفتح الخارق تحصل مثلا بطاقة اسطورية، لا افتح الخارق حصل بطاقة اسطورية بعدين افتح العاديات، احتمال يجي تطوير للبطاقة الاسطورية. انا هذا رأيي، انا صراحة ما مجربة بس هاي هسه يعني دا تيجي ببالي هواية قلت اقدر اسويها. فرح ابدي ويا اقوى صندوق وبعدين نشيد على الصناديق العادية. اوكي شباب اذا خلنا نبدأ. راح افتح الصندوق السحري اللي حصلته سابقا. طبعا هواي سألوني شلون حصلته من نشرت الصور. تلعب ويا اي عدو شلون اي معركة تلعب هو يطلع لك الحظ، يعني هي الحظ هم يكتبوا لك نادرا ما تحصل عليه نادرا. اوكي خلنا نبدأ. اذا هذا هو الصندوق. اوه
عامل المنجم هذا كنت انتظره كنت انتظره بطاقة اسطورية شد. انا اقول هذا احسن من التنين، احسن من الحطاب، احسن من كلب الحمام، ما ادري شنو، احسن من الخشبة. طبعا الماينر او عامل المنجم فتشي خارق. شكرا، هاي اول بطاقة اسطورية حصلنا عليه. الضلع الجديد منور، خلينا نكمل نفتح ابو الممتاز. شوفوا هذا اللي قصده، تطوير للبطائق القديمة. فاني ما افتح الصغار وبعدين افتح القوية، افتح القوية وبعدين افتح الصغار، اكو احتمال يجي التطوير للبطاقة القوية. اوكي شباب، خلينا نشوف. 3 ستسوي 10 20 50، خلي يزيدون ذولي. هاي ما استخدمها طبعا، شي معروف باللعبة ان الشغلات ما تستخدمها يطلع تطوير لها هواي، ما اعرف ليش. يعني سوي هذا لو استخدم السم لو مطورة ومطورة شخصا ما يطلع لي، يطلع لي الشيء اللي ما مستخدمه. فهي هاي يعني استراتيجية اللعبة. خلينا نفتح هذا العملاق. طبعا انا مجمع خوش صناديق، ايوه دا جمع ذهب. باع الساحرة هنا جهة تطوير، هذا اللي قصده يطلع تطوير للبطائق القديمة. باع هذا، يعني هو هذا يسوى والله ما يسوى، ولا هو الا استراتيجيات خاصة كدفاع، او مثلا دز عملاق دز ورا، دز بيك الكبير الدز ورا هذا الميغا. اوكي وصلنا صندوق الفضي، خلنا نفتحه ونشوف شنو بيه. بس تتوقعون انه الصناديق العادية تطوير اي برابر برابر اذا سوي الف. اي شباب تتوقعون، اوه تجميل، تتوقعون الصناديق العادية تطلع تطوير للصناديق او البطائق الاسطورية؟ تتوقعون هيك شيء؟ خلنا نفتحين. اهم شيء جبنا الماينر اللي هو عامل المنجم، اهم شيء عامل المنجم. فاكر غينون معي. اوكي بهذا شقد عندي قب، هاي ولا استخدمه روح جليد برابرة. لك 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 باقي شوية بعد هذول ما استخدمهم، هاك صار عندي هواي ليه ما استخدمه ابد. خلصت. اذا بطاقة جديدة خلينا نجربها مالتنا اللي هو عامل المنجم، جيبه هنا بدال ذولي. هاي تشكيلتي، هواي قالوا شنو تشكيلتك، هاي تشكيلتي حاليا. صار عندي حاليا اربع بطائق اسطورية اللي هي الاميرة والسباركي وعامل المنجم وساحر الجريد، هذولي. طبعا اول ثلاث بطائق حصلتها من الصناديق العادية، الفضية والتاج بس هذا من الصندوق الخارق او الصندوق السحري. فاذا تشوف الماينر بيشرح اجرب بيا تشكيلة هاي لو هنا ويا هاي اعتقد ويا هاي، يعني عندي المرآة خل اجرب. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، يلا تجربتي الاولى للعامل المنجم خلينا نشوف. طبعا هاي الفكرة هاي خرافية، روحوا رجاء، انطلقوا وكلوا البوري جايتكم هيجي نحن وانت والدي. يلا 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 يلا، لو ما ضربهم صاعقة كان اكلوا اكل. هاي استراتيجية شباب، فتشي هذا الماينر. بعد الماينر تقدر تشوره باي مكان، مو مثل ذولا احمر الماينر. تعال انزل هنا حبيبي، يلا روح. ايو شد اي هاي ايوه اذا التجربة الاولى ان شاء الله بخير. لك 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 عادي عندي مرآة استخدم اثنين برابرة. اسقطة العملاق، اذبلة ثمانية مو بس اربعة. هاي مع البرابرة انطلقوا. لك لا ما عندي صاعقة اصدهم، راحوا انتفخروا كلهم، خربتني غير حقير. لك ايش قد حقير هذا، بسيطة. يلا بس لو عندي الغضب. لا جيد حاليا جيد. يلا
يلا البداية جيدة، البداية جيدة. اكو هواي يستخدمون الماينر اللي كت لك 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 يستخدموه يفلشون بيه هاي المال الكسير لك لا. اكو بربور واقف يم السباركي، يلا بربور قتله بسيطة. يلا يلا لك لا، هذا جاب البيكا ما اقدر اصده للاسف. انت روح واتهم روح. يلا يلا ماينر ويلا يلا يا بلعدي صاعقة صاعقة. يلا اكلوا البرج اكلوهم بعد ما ذبيتهم غضب نسيتهم قلت يلا ما تسوي. خلي شوية سباركي عبالة ما عندي عبالة ما عندي شي اضربهم. يلا 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 واحد هو خصال اللي تخافون. هاكم هاي فائدة المرات ضربة نارية اقدر انهيها بالماينار بس يلا. هو قام يبكي ده يقول يعني ده يبكي علي عبالان حخسر. ليك والله لا شو يخسر. شفتوا اللقطة شباب هيجي وتحصل صندوق اسطوري خارق سحري يعني هي هيج. اهم زين الماينر نقضني اليوم فادني اكيد فادني شوي. ردت استخدمه بالاخير بس قلت الكرة النارية اسرع الضرر مالته اكثر طبعا. الضرر 200 هذا بعد ما مطور. الضرر 133 كان فلش البرج بس بطيء. اوكي شباب اذا لهنا نهاية الفيديو اتمنى تونستوا. راويتكم بالبداية التنين شفنا التجربة مال التنين يعني ويا واحد اجنبي. للاسف ماكو بالاسطورة فقط في الساحة المتجمدة. خلينا ننهي المقطع واشوف اكو احد بالساحة الخامسة عنده. صراحة التنين ما توقعت هيجي عبالي التنين اكبر طلع نفس هذا التنين ملبسيه صندوق وعبالك من الصندوق قصبة الحلقة دي يطور النار مالته يعني شلون بالافلام الرعب اللي سووها. مسرح بيكا هي الساحة الرابعة. خلينا نشوف هم اكو احد ربحه. اي هذا واحد هنا هذا عنده واحد يعني قلت لكم هو التنين نفسه هذا التنين بس مطور. شلون هذا يقول ليفل 1 ذاك ليفل 2 او ليفل 20 او هيك شيء يعني مطوري. اوكي شباب اذا لهنا نهاية الفيديو اتمنى عجبتكم المعركة تجربة الماينر وشفنا التنين الجديد. اذا لهنا نهاية الفيديو شباب كان معكم علي العراقي تحياتي.